اليوم نحن متواجدين في مدينة مصدر عشان نتحدث عن قضايا لها علاقة بالبيئة والاستدامة في دولة الإمارات، ويسعدنا يكون معانا اليوم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغيير المناخي والبيئة في دولة الإمارات. أهلا وسهلا فيك معانا اليوم. وشو هي الرسالة اللي ترسلها دولة الإمارات للعالم كله من خلال هذا التجمع العالمي الذي يعنى بقضايا البيئة والاستدامة؟ نحن سعيدين بانطلاق فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة لعام 2020، عام الاستعداد للخمسين. بعد 12 سنة من العمل في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، وبعد 10 سنوات من استضافة دولة الإمارات للمقر الدولي للوكالة الدولية للمطاخ المجددة وعقد اجتماعات الجمعية العمومية، سعيدين بهذه النقلة النوعية اللي صارت في الدولة في تعزيز ريادتها في قطاع الطاقة بشكل عام، وأيضا الريادة العالمية اللي وصلنا فيها في قطاع الطاقة المتجددة. دولة الإمارات دولة دائما استشراف مستقبل، والتوظيف التقنيات واستقطاب الفرص والخبراء وتوظيفها للأفضل ليس فقط للدولة ولكن للبشرية بشكل عام. خلال 12 سنة الماضية قطعت دولة الإمارات شوط متميز من خلال إعلان عن أهداف تنفيذ هذه المشاريع، كسر الأرقام العالمية في إنتاج الكهرباء من قطاع الطاقة المتجددة ومنافستها أيضا إنتاج الكهرباء من الموارد التقليدية إذا كانت هي الغاز الطبيعي وأيضا النفط. هذا إذا يدل على أن دولة الإمارات فعلا قاعدة تجهز للمرحلة القادمة. اعتماد على مصدر واحد هذا غير سليم وغير صحي لاقتصادنا، وقطعنا شوط جيد في هذه عملية في هذه التنويع في الاقتصاد وأيضا الاستثمار في الطاقة المتجددة. المرحلة القادمة مرحلة إيجاد حلول للتحديات، والتحديات الموجودة معنا في قطاع الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الطاقة الشمسية الموجودة معنا في الدولة أنها موجودة فقط في خلال ساعات النهار اللي وقت ما الشمس موجودة والضوء موجود. التحدي كيف عملية ضمان تزويد الكهرباء خلال 24 ساعة، فبدينا في نشتغل في عدة مشاريع. في أحد المشاريع الرائدة اللي كانت تشتغل عليها شركتنا الوطنية أدنوك هو استثمار في الهيدروجين، والهيدروجين بيكون له دور كبير إن شاء الله في عمليات تخزين الطاقة واللي ممكن استفاد منها على مدار 24 ساعة. هناك أيضا قاعدين نشوف التطور كبير في عمليات تطوير البطاريات اللي بيكون لها دور كبير أيضا في عمليات تزويد الكهرباء خلال 24 ساعة. العام الماضي كان عام مميز، أبوظبي أطلقت مشروع للتخزين من خلال البطاريات ل 128 ميجاوات، وهذا يدل أن فعلا احنا عارفين مشاكل ياسين نستثمر فيها. طبعا دولة الإمارات لها دور كبير في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها سواء في داخل الدولة أو في خارجها، ياريت لو بس تذكرنا بدور دولة الإمارات بشأن هذا الموضوع. المميز معنا في دولة الإمارات أن نحن ما نوقف المشاريع الصناعية ولكن نشتغل مع القطاع الخاص والقطاع الآخر اللي هي الصناعي، بحيث أن نضمن أن الاعتبارات البيئية يتم أخذها في الاعتبار في عمليات التطوير. التحدي الكبير اللي موجود حول العالم هو تحديات وتداعيات غير المناخية وكيف عمليات خفض الانبعاثات الكربونية، وفعلا خلال العقد الماضي قطعنا شوط كبير في إعلان عن مشاريع ضخمة لخفض الانبعاثات الكربونية خاصة في قطاع الطاقة. مثل ما تعرفون قطاع الطاقة هو تقريبا 80% مساهم من الانبعاثات الكربونية موجودة معنا، فأي مشروع ضخم يكون في قطاع الطاقة ليكون له تأثير كبير في خفض هذه الانبعاثات. بنبدأ نشوف إن شاء الله النتائج خلال السنتين أو ثلاث سنوات القادمة بشكل كبير، بحكم أن مشاريعنا الضخمة بتكون مربوطة بالشبكة الكهرباء إذا كان هو مشاريع الطاقة النووية السلمية أو مشاريع الطاقة المتجددة من خلال مشروع الضفرة الجديد اللي هو تحت المناقصة حاليا أو مشروع مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية. المحافظة على البيئة البحرية طبعا جزء لا يتجزأ من هذه الاستدامة، قطعنا شوط جيد، قاعدين نشوف بناء الإحصائيات الأخيرة الأسماك قاعدة تزيد والله الحمد، وهذا يبين أنه في تجاوب أيضا من الصيادين، في تجاوب من البيئة البحرية مع القرارات والمبادرات اللي نقوم فيها من خلال نزال الكهوف وأيضا التشديد في الرقابة على الصيد الجائر. البيئة البحرية قاعدين نشوف من خلال الاستثمار الكبير اللي ياسين سوي في الاستمطار أن فعلا البيئة البرية قاعدة ترجع بشكل كبير، ولكن احنا بعدنا عندنا بعض الممارسات من بعض الأشخاص اللي هم يسيئون للعمل بشكل عام، وهذا إن شاء الله نشتغل عليها في المرحلة القادمة بحيث نضمن للجميع يساهم في هذه المحافظة البيئية من الدولة. عمل البيئة والاستدامة مش محصور على حكومات أو مؤسسات معنية، عمل جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات.
معاليك، إلى أين وصلت جهود الدولة للتكيف مع تداعيات التغير المناخي وابتكار حلول مبتكرة لمواجهة هذا التغير؟ دائماً عن التغير المناخي فيه تخفيف وتكيف. التخفيف أي خفض الانبعاثات الكربونية على المدى القصير، أي مشاريع تسويها ممكن تضمن خفض الانبعاثات بشكل مباشر، يسمونه تخفيف، وهذا قطعنا شوط كبير عن طريق الاستثمارات، وهو هذا اللي نشوفه خلال أسبوع أبوظبي الاستدامة والفعاليات والمؤتمرات الضخمة اللي نستضيفها في دولة الإمارات. التكيف كيف احنا نجهز نفسنا للمرحلة القادمة، كيف ممكن نضمن أن أي ظروف مناخية إذا مرت علينا احنا جاهزين لها. على سبيل المثال، إذا أنا معظم البنية التحتية مالنا موجودة حول السواحل، إذا تم ارتفاع إذا كان هناك ارتفاع في منسوب المياه مياه البحر، كيف ممكن تأثر على البنية التحتية الموجودة معنا؟ فبدأنا فعلا نشوف أن الكواسر الكاسر الأمواج موجود حول المشاريع الاستراتيجية، رفع لبعض المشاريع بمتر أو متر أو 200 سنتس فوق سطح البحر، فبدأنا نشوف الممارسات هاي. في تحدي كبير في قطاع البنية التحتية عالمي، ارتفاع درجة الحرارة قاعد يأثر على البنية التحتية، قاعدين نشوف شوارع الدوب، قاعدين نشوف أسقف الدوب، وقاعدين يشتكون منها دول العالم، شفناها في الهند، شفناها في بعض الدول الأوروبية، شفناها في كندا. وكان معظم الدراسات الغربية تقول أن دول منطقة بتكون غير آهلة للعيش إذا ارتفعت درجة الحرارة. اللي قاعدين نشوفها أن نحن البنية التحتية موجودة معنا مكيفة نفسها مع هذه درجة الحرارة العالية. التحدي الموجود معنا زيادة منسوب الأمطار اللي أساسير قاعد يسوي لنا حفر كبيرة في البنية التحتية، فبدأنا فعلا ناسين نشتغل مع وزارة تطوير البنية التحتية في دراسة أفضل المواد اللي تكون أكثر مقاومة لهذه الأمطار وهذه الظروف المختلفة اللي بتكون إحدى الظروف اللي تواجه الدولة والمنطقة بشكل عام في المرحلة القادمة. ضمن استعداد دولة الإمارات للخمسين، كيف هي ملامح البصمة العالمية لدولة الإمارات في القطاع البيئي؟ خبرنا عن هذا الموضوع. قطاع البيئي احنا دائما نحرص انه مثل توجهات قيادتنا ان نكون الاول حول العالم، دائما نقلل من البصمه الكربونيه للدوله، تعزيز من العمل في الاشراك الطاقات النظيفه في المزيج الطاقه، المحافظه على انواعنا ايضا، وضمان ان يكون عندنا الاستفاده الشامله من النفايات الموجوده معانا. النفايات يجب انها تروح للمكبات، يجب الاستفادة منها بطريقة شاملة. دول كبيرة وأخرى عالمية خلال العقود الماضية قدروا يحولون ويستفيدون من النفايات، فبتكون التحدي الكبير أن استفادة شاملة ونقدر نقول 100% إن شاء الله من النفايات في المرحلة القادمة بدل ما يكون باتجاهها إلى المكبات. وطبعا تقليل أي تداعيات بيئية على قطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية الموجود معنا. كيف ترون دور دولة الإمارات في تعزيز تزايد الطلب على استخدام حلول الطاقة المتجددة عالميا محليا وحتى خليجيا ربما؟ دولة الإمارات خلال العقد الماضي ومن خلال شركتنا الوطنية مصدر قدرنا نستثمر أكثر من 14 مليار دولار في مشاريع عدة حول العالم، وهذه المشاريع مشاريع اقتصادية وبيئية واجتماعية كان لها أبعاد في خلق وظائف في هذه الدول، التطوير ورصف الطرق في المجمعات السكنية ما كانوا يوصلونها بالشوارع الحديثة، وأيضا تسويتهم بالكهرباء ما كانت موجودة معهم لفترة طويلة. قدرنا نوصل لهذه الدول، قدرنا نستثمر بشكل كبير من خلال الاستثمار المباشر والشراكة مع هذه مع مؤسسات موجودة في هذه الدول، وأيضا من خلال أيضا الصناديق التنموية الإنسانية من خلال صندوق أبوظبي التنمية اللي طورنا أكثر من تقريبا 30 مشروع حول العالم بقيمة مليار دولار في العديد من دول العالم. نتكلم عن دول صغيرة ما حد يتكلم عنها، دول موجودة في المحيط الهادي والمحيط الكاريبي، دول صغيرة هم يوم نوصلهم هناك يسألون أنتوا شو اللي جابكم معانا هنا، فنقول هذه هي المبادئ الإنسانية اللي عززها فينا الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، أن نوصل وين ما نقدر ونمد يد الإنسانية، وهذه طبعا توجيهات قيادتنا ودائما متابعتهم لتنفيذ مثل هذه المشاريع. معاليك، الإمارات بصفتها عضو مؤسس في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينيا بالطبع لها يعني دور كبير في تنفيذ المشاريع المبتكرة والمتجددة، هل لك أن تخبرنا أكثر عن هذه المشاريع؟ من خلال العشر سنوات الماضية قاعدين نشوف الوكالة
قاعده تتطرق لمواضيع مهمه وفعلا تحط ايدها على المشاكل والتحديات في القطاع. كان قبل اهميه تنويع والاستثمار الكبير في الطاقه الشمسيه، شفنا الاستثمار الضخم، الاستثمارات كبيره خاصه من دول مثل الهند والصين، الاسعار نزلت الى 80% تقريبا من الاسعار اللي كانت قبل 12 سنه. الحين التحديات الاخرى مش تزويد الكهرباء، ضمان استدامتها، كيف ممكن، ما هي المواضيع اللي ممكن تضمن تزويد وتخزين الطاقه عن طريق الهيدروجين، عن طريق البطاريات المتطوره. هو هذا اللي ياسين نتطرق لها خلال هذا العام، تجربه فريده لدوله الامارات من خلال طاقه المياه اللي بيتم تخزين المياه في مشاريع، في مشروع للطاقه، في حتى عن طريق بناء سد اخر فوق السد الحالي، بحيث انه وقت ما يكون عندنا كهرباء زياده يتم ضخ الماء للسد العلوي، ووقت ما يكون في حاجه بيتم فتح القناه وتوليد الطاقه. وهذه تجربه من ان شاء الله بيتم عرضها خلال الاجتماعات الجمعيه العموميه لهذا العام. دوله الامارات حرصت من خلال مشاركتها في جميع اجتماعات الوكاله أن يكون لها دور مؤثر في نقل ونشر حلول الطاقة المتجددة، وبنفس الوقت ما يكون لها مصالح شخصية، وإنما يكون هو الهدف أسمى، أن الجميع ممكن يستفيد منها. كيف ممكن نحن ننقل التجربة، ننقل الخبرات، نطور السياسات، وأيضا نساعدهم في حصول أفضل تمويل من خلال صندوق أبوظبي التنمية أو حتى المؤسسات المالية الأخرى العالمية. شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. طبعا مشاهدينا كان معنا في الحديث حول البيئة والاستدامة في دولة الإمارات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغيير المناخي والبيئة في دولة الإمارات. ونعود مرة أخرى لفقرات التغطية الخاصة بأسبوع أبوظبي للاستدامة. شكرا لمتابعتكم.